نصيغ الحكاية من بعيد. لفيت قد ما لفيت، بس المنيا ليها في قلبي مكان لوحدها. جمال بلاد الدنيا كله ما يسواش قدام طيبة أصلها وأهلها. الله أكبر الله أكبر. بسهولة هتعشق تفاصيلها لدرجة بقيت كل ما ببعد عنها بترن في ودني ضحكة قلوبها الطيبة، وبجيلها لو بيني وبينها ألف ميل. من يوم ما فتحت عيني على الدنيا وشلت مسؤولية إني صعيدي جدع، هقع بس المهم إني أقوم من تاني. انتوا عارفين أنا عارف السعادة منين؟ من الحي اللي أنا كنت ساكن فيه. أرضى الناس وأكثر الناس كرامة وكبرياء السعيد. صحيح اتأخرنا نعمرها لسنين، بس الكورة علمتني إن المكسب طعمه أحلى في الدقيقة 90. في العهد الجديد المنيا بتتبني من تاني، وكل ده عشان خاطر ولادنا والأجيال اللي جاية. المنيا يا عروسة الصعيد أصلا. المنيا دي محافظتي، أنا فخور إن المنيا بلدي. عشنا كتير على التاريخ، بس دلوقتي بنبني لكل جيل تاريخ بمشروعات في كل القطاعات. الحمد لله ربنا كرمنا بسيادة الرئيس إن هو عامل لنا المشاريع دي. والمنياوية لما يصمموا أسهل حاجة يعملوها إنهم يحولوا كل حلم حقيقة. مصر هتفضل عمران على طول. هنا الإنسان عمره ما كان شعارها، ده بيحصل في كل طوبة اتحطت في مشروعات الإسكان. المنيا الجديدة طلعت للنور بحوالي 24,000 وحدة سكنية. جيل جديد هيعيش في مدينة بتضم كل الخدمات، استثمارات في مساحات خضراء وكيم في العلوم والتكنولوجيا، هتخرج علماء، جامعة أهلية، ومنطقة سياحية وحرفية. عندنا المنيا الجديدة بقت حاجة فوق الخيال. هنا هدوء وهنا طبعاً منتان يعني. تنظيمها كويس، مثال كويس للتطور العمراني يعني في مدينة المنيا الجديدة. والله أنا بقول على المنيا الجديدة دي جنة الصعيد. من مغاغة لبني مزار، مطاي وصملون، أبو رقاص وملاوي، حتى العدوى. انزل وشوف بنفسك الكوى والنجوع، هتتأكد إنها حياة كريمة. بجد مش هزار. أهل صعيدنا الأوفياء الصابرين الصامدين، والذين يثبتون على مدار الأزمنة والحقب المتعاقبة بأنهم حراس أمتنا وخلفاً لخير سلف. 192 قرية دخلتها حياة كريمة بمشروعات مش بس ضمنت لأهلها يعيشوا بكرامة، دي وفرت لهم كل الخدمات واستغلت القوى العاملة لأهل المنيا، وبقت بيوت كتير عمرانة على حس كل مشروع. حياة كريمة إنجازات عظيمة. قرى النموذجية بيتعامل فيها طرق، بيتعامل فيها مستشفيات، والمدارس شغالة كلها ومية المية، صرف صحي وغاز طبيعي. حياة كريمة غيرت البلد كلها. الحياة كريمة أمنا وأمنا، وتمشي وتتفرج عليها. المنيا اتغيرت 180 درجة، كل أسبوع تطور مختلف عن اللي قبله. استثمارات ضخمة في قطاع الكهرباء والطاقة، ده غير 39 مشروع لتطوير البنية التحتية ما بين كباري، محاور، ورصف طرق، بإجمالي استثمارات 13 مليار جنيه. بقيت أمور مرتاحة. في الأول إن أنت كنت بتمشي في تراب، لكن دلوقتي بتمشي على أسفلت. الطرق اللي اتعملت جديدة سهلت لنا إن إحنا نروح أي مكان في أي وقت. كل محور بيتبني من جديد، كل طريق بيتغير شكله للأحسن، بتتسهل معاه الحياة، وبيخلينا نفتح إيدينا نرحب بكل مستثمر إن يمول مشروعه في المنيا وهو مرتاح. واستثمارات ناجحة يعني نهضة اقتصادية، بس الاقتصاد عمره ما يقوم من غير زراعة وصناعة يكون وتد بنتسند عليه. وفي المنيا عاصمة مصر الزراعية، آلاف الفدادين تم استصلاحها، ضمن المشروع القومي 1.5 مليون فدان. كمان اتنفذ مشروع المزرعة النموذجية لتربية المواشي على مساحة 20,000 فدان، ده غير مشروعات تبطين الترع، و591 مشروع لتوفير مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي. وأحلى جايزة لأهل المنيا كانت أضخم مجمع زراعي صناعي متكامل في الجمهورية، بيوفر لنا قدنا ويحرك مصانعنا.
والنتيجة شباب كتير بيفتح مشروع الخاص، وساعد في ده مجمعات صناعية بتضم وحدات صناعية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتطور وصل لأننا بنفتتح مصانع لتدوير المخلفات وإنتاج الوقود البديل. خطة مرسومة بمسطرة يستاهلها أهلنا المنيوي، وده شفته بعين لما بصيت في عيون حاسة بأمان لما صدقت عيونهم إن العشوائيات بقت ماضي وفات. النجاح الأكبر إن إحنا تعلمنا نحلم وكنا قد الحلم، وبالتعليم بنكمل الإنجاز بمدارس وجامعات تساعد الأجيال اللي جاية على الإبداع والبحث العلمي. مصر حضارة وعلم ورياضة وفن وشعب أصيل، والمنيا مش مجرد محافظة، ديموز رفعت اسم مصر عالي لفوق، البلد اللي خرج منها هدى شعراوي وطه حسين ومجدي يعقوب، وعباقرة المنيا مكملين يطوروا مستشفيات ويبنوا مستشفيات جديدة ويقدموا للبلد 80 وحدة صحية ومركز طبي. الرياضة كانت جزء من خطة التطوير وتنفذ حوالي 210 مشروع يخدم كل أهالي المحافظة. ما تستغربش إن كل ده اتعمل بإيدين المنيوية اللي بيهم بيرفع راسي في وسط كل الناس. كفاية إن هو معيشنا في أمان، لتكفي يا رب انصرك يا مصر. الظروف صعبة صحيح، بس عمرنا ما فقدنا الأمل، إحنا في طريقنا وشغالين، والنهاردة بقولها بكل فخر أنا ابن المنيا. الراجل ده كان معانا في الدرب الطويل، وعمرك ما تخلف معادي.